كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. عبد الله، يقول ابن القيم رحمه الله ما مضمونه: إذا أردت الانتفاع بالقرآن فاجمع قلبك عند تلاوته وسماعه، وألق سمعك واحضر حضور من يخاطبه به، من تكلم به سبحانه منه إليه، فإنه خطاب منه لك على لسان رسوله. اقرأ على مكث وتمهل بخشوع وتدبر، فقراءة آية واحدة مع تدبر خير لك من ختمة في غفلة. كان بعض السلف إذا قرأ آية لم يكن قلبه فيها أعادها ثانية. وردد الحسن رحمه الله في ليلة قول الله: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، لا يغادرها ليله كله. فلما سئل لما قال: إن فيها لمعتبرا، ما نرفع طرفا ولا نرده إلا وقع على نعمة، وما لا نعلمه من نعم الله أكثر. ليدبروا آياته. وتنقل أسماء الرويشد في كتابها هكذا عاشوا مع القرآن أن فتاة قالت ما مضمونه من قصتها: كنت في العشرين من عمري فتقدم لي شاب طالب علم عليه سيم الصلاح والاستقامة، وافقت بعد استخارة واستشارة دون تقص لأمور قد تهم الناس عادة، ومضت الأيام وأنا أعيش على أمل جميل بالحياة في بيت طالب علم. ولما اقترب موعد الزواج وتسامع الناس بالخبر في بلدتنا الصغيرة، تتابعت التحذيرات من الارتباط بشاب جاد متزمت بعيد عن مباهج الحياة فيما زعموا. قالت: حينها اضطربت وحرت بين الثبات على المبدأ وبين الاستسلام والتراجع. ومضت الأيام وأنا بين الحيرة والقلق والدموع، إلى أن شاء الله جل وعلا، وفي لحظة لا أنساها، بعد صلاة الفجر جلست أنتظر الإشراق، وأخذت المصحف وتلوت من سورة آل عمران حتى توقفت فيها على قول الله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ولم أكن أعرف تفسيرها، ولكني شعرت أنها تخاطبني، فكررتها مرات أتدبرها، وبعدها اتخذت القرار بالاستمرار في ترتيب الزواج، وأنا أردد حسبي الله ونعم الوكيل. وتم الزواج بحمد الله تعالى. تقول: واليوم وبعد مضي 25 عاما على زواجي، أرى تتمة الآية التي بعدها ماثلة في حياتي: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، ليدبروا آياته. وذكرت أيضا ما مضمونه عن آخر يقول: كنت في معصية الله عز وجل 3 سنين، حاولت ترك المعصية وما استطعت، جلست أبكي يوما بشدة وأناجي ربي، فسمعت قول الله تعالى: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. فوقعت في قلبي وتملكني الحياء من ربي، وسألت نفسي حينها بصدق: هل أقبل أن يراني أحد في هذه الدنيا على ما أنا فيه، أو يسمع بما أفعله؟ وكان الجواب: لا وألف لا. فاستحييت من نظره سبحانه إلي وأنا أعصيه، وقررت ترك ما أنا فيه، وتركته بفضل الله تعالى. فتغير مجرى حياتي كله لسماع قول الله: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله. فيا عبد الله، أخسر الخاسرين من استخفى بالقبيح عن أعين العبيد، وبارز به من هو أقرب إليه من حبل الوريد. إن كان يظن أن الله يراه فقد اجترأ على أمر عظيم، وإن كان يظن أن الله لا يراه فقد كفر بالله العلي العظيم. وما شر من الأولى إلا الثانية.
فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك ناجيا. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته.